تبي الاشياء اللي ريليفنت لانه بيسرد لك الفايتال ساينز بس ما لها نورمال كلها وبيقول لك ان البيشنت بس في الاوكيبيشنال هيستوري بيقول لك ان البيشنت ايش يشتغل في منجم فحم او بيقول لك البيشنت بلاك او بيقول لك البيشنت ايميجرنت او هذه الاشياء كيف تنتبه لها وبرضه they want to assess how fast you are in serving the community كطبيب هل انت تمطمط وماخذ راحتك ولا انت سريع في اختبار 8 hours وزي ما قلنا الباسنج سكور 188 كم سؤال هي 325 كم الباسنج سكور 188 كيف عبد العزيز كيف يسوي سكورينج للإكزام ما أحد يعرف في two ways to score exam في two digit score يسمونه ما أدري كيف أرجع لل في two digit score اللي هو يقول لك أنا يمكن سمعت الناس يقول أنا جايب 99 أنا جايب double 99 جايب 80 أنا جايب هذا ما أحد يطالع فيه في أمريكا ما عمري سمعت أحد يتكلم عنه إلا إحنا السعوديين ما no one consider هذا for هذا شو معناته two digit score تعرفوا الجرس المقلوب البيل شيب ها ستاندرد ديفيشن والاشياء دي هذه تثبت بس انهم عندهم 30 فورم للاكزام هذا 30 فورم الفورم اللي انت دخلته الافرج حقك مع الناس اللي دخلوا نفس الفورم حقك مو في نفس اليوم طبعا في اي يوم في السنه دخل بس انه اختبر على نفس الفورم حقك وش الافرج حقك بينهم اوكي فلما تيجي البروجرام دايركتور تقدم ما احد يسالك عنه ولا احد يطالع فيه هذا بس عشان ما أدري اللي يسألونك عنه 3 digit score اللي هي 200 اللي تشوفونها 188 كيف scoring ما هي على كل سؤال درجة لا ما حد يعرف صراحة في أسئلة يعطونها أكثر من درجة في أسئلة يعطونها نص درجة في ما أحد يعرف لكن كيف تعرف أنت أنك وش الدرجة اللي بتجيبها أبعلمكم بعد شوي في exam تسويها هو شلون دخل اصلا ها افتح باور بوينت ايوه خلاص بس كذا تبي انا قاعد اشغل على البي دي اف شغل على البي طيب تبغون على البي دي اف ولا على باور بوينت شغال على البي دي اف فهمت خلاص عرفت ايه خلاص شكرا طيب we are gonna move quickly ل step 2 نفس الفكرة internal medicine pediatrics OB-GYN surgery neurology psychiatry public health طبعا فيه شوي اختلافات عن بعض المعلومات اللي تعلمناها هنا يركزون على بعض الأشياء clinical knowledge step 2 مكون من حاجتين clinical knowledge و clinical skills clinical knowledge هو بس knowledge المعلومات اللي عندك فقط clinical skills معلومات يعني اختبروك written exam اللي هو multiple choice questions زي طريقة step 1 بس الفرق انه مو 8 ساعات 9 ساعات 340 الى 355 سؤال الأسئلة أكثر بس per block لأنها blocks هيك per block الأسئلة أقل والباسنج سكور حقه اعلى يعني هذا 188 هذا 203 اوكي الكلينيكال نوليدج زي ما قلنا الكلينيكال سكيلز زي الاوسكي اكزام بعضكم لسه في سنه اولى ثانيه ما يعرف الاوسكي بشرح لكم هو عباره عن 12 مريض دي سكور على 11 يعني واحد ما يحسبونه لك ازفه واحد ما يحسبونه يحسبون لك 11 من 12 تدخل على standardized patient يعني واحد متعاقدين مع ممثلين هذا يجي يمثل مثلا مال الراش يحط مكياج وكذا اذا عنده مثلا اي اذا عنده تريمرز يقدر يمثل يعني ممثل يمثل انه patient تدخل عندك نص ساعه لكل حاله تاخذ الهيستوري تاخذ تسوي فحص طبي تطلب فحوصات تعلم انك وش بتطلب فهذا يأسس ايش السكيلز حقتك في الهيستوري وفي الفيزيكال اكزامينيشن وكير وتطلع تكتب البيشنت نوت هذه 20 دقيقه
تطلع 10 دقائق تكتب فيها البيشنت نوت. صارت الان تايبنج, صارت الان تايبنج. سي اس فري كومبوننتس, الان ذكرنا واحد منهم اللي هو انتجريتد كلينيكال سكيلز, هذا واحد ثري كومبوننتس. كومبوننت الثاني اللي هو الكوميونيكيشن سكيلز, هذه شبه معدومه عندنا, شبه معدومه عندنا ما يعني. انا درستها لما كنت في الفان ميديسن لانها جزء يعتبرونها من الفان ميديسن انه لازم تبني علاقه كويسه مع المريض وكذا, فكان سهل على الاكزام. بس الباقيين they were struggling يعني. الكوميونيكيشن سكيلز بكل بساطه في تشيك ليست, ما ادري كم ايتم. اول ما تدخل طق الباب, هذه تشيك ليست سواها, تعرف نفسك, شيك هاندز. بس تريكي لانك ما انت متعود, الشيء اللي ما انت متعود عليه ما تقدر, ما راح كذا فجاه تشيك ليست موجوده في مخك تقدر تسويها. لا, لازم براكتس 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 على الكوميونيكيشن سكيلز. الاي كونتاكت, الاي كونتاكت, يو هاف تو مينتين اي كونتاكت اول ذا تايم. مجرد ما توخر عينك من يسار خلاص ممكن يرسبك. لازم الاي كونتاكت ليفل يكون على مستوى المريض. وهذه يعني انت تقول الامريكان يبالغون, ما يبالغون يعني, هذه جزء من الثقافه الامريكيه فعلا. انا رحنا عياده انا وزوجتي, انا خلصت الاكزام ما 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 سولفنا انا وزوجتي على الموضوع وكذا وش سوينا وش يعني, ما تفلسفت عليها. رحنا الدكتور, قعدنا الدكتور كان طويل مره يعني, فلما قعد كلم زوجتي كان كذا, فلاحظ هو انه اطول, فالدكتور سوى كذا قعد يكلمها تو مينتين اي كونتاكت. يعني انا انتبه بس ما حسيت انه يعني, طلعنا رحنا البيت, قالت لحظة الدكتور انه كان اطول مني فقصر نفسه بس عشان ايش يعني, they do it, ما هو سالفة انه خلاص they do it, they respect. حتى لو المريض ما انتبه امه ما يقول لك شوف تراني نزلت عيني عشان شفت اني مهتم فيك, ما هيقعد يهايط على المريض ويذله يعني. يعني they do it لانه their nature. صراحة الامريكان شعب very friendly, محترم, ودود جدا 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 يعني. يعني انا ما حسيت اني في غربه يوم كنت في امريكا, حتى لما يعرفك البواب حق العماره يعني خلاص يصير صديقي. فالكلينيكال سكيل كوميونيكيشن سكيلز مهمه جدا. لما تستلم مريض تقول له انا بفحصك, لازم تمسكه مع, لازم تمسكه مع ظهره وتنزله. اذا ما مسكته مع ظهره هيز كان تشيك انه ما سويتها. وفي نفس الوقت ايش تسوي؟ ها تصير خطبوط طرف الاختبار. في نفس الوقت طلع الذي عشان رجوله ما تقعد معلقه, طلع هذه كيف تسويها؟ practice you have to wash your hands. يعني في لسته انتم لا تشيلون هم في لسته, وبعلمكم اصلا كيف يعني تنجحون في الاختبار سهل. وش نوع الكيسز؟ تدخل ستاندرد كيس, تدخل تلقى المريض تاخذ هيستوري فيزيكال اكزامينشن, تطلع عندي نكبين, عندي مدري ايش, عندي في كيس. النوع الثاني من الكيسز وش هي؟ انجري بيشنت, كيف تعامل معه؟ بيش جاي زعلان, لاطعيني في الانتظار وما أدري إيش, كيف بتهدي المريض؟ أنا أخوي صغير زعلان ما قدرت, ما عرفت شلون هديه, أهدي مريض ممثل. فكيف برضو بالبراكتس. وفيه يعني الأمريكان ما يقولك هذا الإكزام وروح, لا, معطينك ريسورسز بالهبل عشان تخليك تنجح. أرى وش الشيء الثالث؟ المريض ما في, تدخل غرفة فاضية. تليفون, تقل تليفون أم, والله أنا ولدي مريض وفي كذا كذا كذا, كيف تعامل؟ لأن بعض المرضى ما يقدر يجي العيادة. إحنا هنا مريض ما يقدر الله يكرمكم يروح دورة مياه, يجيبون العيادة غصب. ليش؟ لأنه لازم يشوف تحليله. ما في, ممكن مريض يقعد بس يبغى يشوف تحليل. كيف تعامل معها؟ angry patient قلناها angry. طيب وش في أنواع cases؟ شيء زي كذا يعني. بتاخذونها في كتاب لفرست ايد يعلمكم كل انواع الكيس تسوون على براكتس. اي بريكن باد نيوز, يجيك بيشنت واجتني مع التحليل, انا الان علمتني الممرضه شخصون ان عندي ايدز. يقعد يبكي ممثل هو, اوه ام سوري, وتقعد يعني تتودد مده 20 دقيقه. لازم اللانجوج والفويس حقك والتون ويعني وتنجل يعني براكتس اجين. بس انتم تحسبون اشياء, انا كنت اقول انه بالغوا, لا, هذا جزء فعلا من, انا مرت علي ظروف لما كنت في امريكا, انا ulcerative colitis patient, chronic ulcerative colitis patient, ومرت علي ظروف
يعني I got attached مع الدكاترة اللي هناك، لأنه فعلاً فعلاً تحس إنه أنت السنتر حق الاتنشن حقه، تحس إنه يعني مسخر حياته لك. كيف وصلوا هالمرحلة من الإكزامز هذه اللي تكسر ظهورهم؟ هذا بس ما هذا الإكزام مو عشان يوريك إنك ضعيف ولا يبهذلك ولا يذلك ولا شيء، هذا غير موجود ولا هايط عليك ولا. لا، الإكزامز هذه to make you better, that's it. هذه الفكرة، ويقدمون لك كل شيء عشان تصير طبيب أفضل. الإكزام الحين قلنا integrated clinical skills، معليش أنا استطردت clinical skills. شيء ثاني وشو؟ clinical communication skills. شيء ثالث وشو؟ English proficiency. في السابق كانوا بس I understand, I don't understand. فأي بس هذا الحين من اللي يسوي evaluation؟ هو standardized patient. هذا عنده لما تطلع، لما تطلع انت تقعد 10 دقائق تعبي البيشنت نوتس، هو يرجع الشيك ليست ويشوف وش سالته وش وش وش. وفي واحده من الاسئله انه ايش اللانجوج حقت هذا، كانت اندرستاندبل ولا غير اندرستاندبل. فانت هنا الان صارت من 1 ل 10 3. بس ابيك تركزون في هذه. الحين قلنا 3 كومبوننت صح، يو هاف تو باس افري كومبوننت. يعني ما يصلح ناجح في الكوميونيكيشن سكيلز راسب في الانتجريتد كلينيكال سكيلز وناجح في الانجليش، لا لازم تنجح في هذه، تنجح في هذه، تنجح في الانجليش بروفيشنسي، لازم كلها يو هاف تو باس عشان تعتبر باس للكيس. والاختبار ما عليه درجات، باس او فيل. وش توقعون السعوديين وهذا اكثر اكزام يسقطون يرسبون فيه السعوديين ليه؟ ليش يرسبون؟ وش الكومبوننت اللي يرسبون فيه؟ ها كوميونيكيشن صح. في كومبوننت ثاني ممكن يرسبون فيه اللانجوج، struggling, they are struggling صراحة. اللانجوج مشكلة ما هي بسيطة بالنسبة للسعوديين هناك جدا. والcommunication skills بعضهم يسقط مرة ومرتين. يعني communication skills مو بس السعوديين على فكرة، كل الأجانب. بس كيف كابلان عند الحل، مسوي كورس مجنون 5 أيام، يعني يعطونك كل شيء، وعندهم facility هم بنينها جوا المركز. ها نفس الفاسيلتي اللي في الريل اكزام، رايحين للريل اكزام وكوبي بيست فعلا، تحس انك كانك في الريل اكزام. وتدخل عياده فيها سرير وفيها كل الاشياء والليتونز، كل الاشياء اللي تحتاجها تفصل مريض والقطن والاشياء دي. وطبعا هاف تو واشر هاندز والسوالف هذه. ومتعاقدين هم مع ستاندرايز بيشنت، فنهايه الكورس 5 أيام، نهايته 5 يوم يسووا لك تيست داي كله، تختبر كانك في الريل اكزام، ويعطونك فيري ديتيلد فيدباك، فيري ديتيلد. يعني يعطونك ريبورت كامل، وش نسيت وش ما نسيت وش ناقصك وش ما ناقصك. وبعدين الملحقيه متعاقده معهم على الكومبليت بريب. بعدين خلص 5 أيام، في يوم ها اضافي براكتس داي. براكتس داي هذا تقولون انت باخذ بريك 2 أسبوع، ابى اسوي براكتس مع اصدقائي وبذاكر، وسكجول على البراكتس داي بعد 2 أسبوع، وتجي وتشوف مستواك. والله اوكي في باس كابلنز، يعني يو باس اكزام، لانه كابلن عندهم استراتيجي، وهذه الاستراتيجيه موجوده عند الامريكان كلها. يعني الامريكي اذا بيوعدك، اذا بيوعدك 5.5 متى يقول لك تقابله؟ 6. يعني هو ناوي يوعدك 5.5 يقول لك 6 عشان ايش؟ يعني حساب تاخر. كابلان يحضرك 300% على اساس دخلت الاكزام مع ستريس ومع الدي تجيب درجه كويسه. هم فاهمين الشيء هذا مع التجربه. كابلان انا اعرف استشاري متقاعد الان درس في كابلان يوم كان شباب. كابلان موجود من 40 ظهر 50 سنه شيء زي كذا، وعندهم اكسبيرينس كبيره في هالمجال، فيحضرونك 300%. شيء ثاني هم يبونك تنجح كابلان، مره يهمهم انك تنجح وتجيب درجه عاليه، لان هذه النمبرز تجيهم وهم راح يسالونك بعد ما تخلص، تجيهم النمبرز هذه هم يسووا لها ببلش على الويب سايت حقهم، يقول والله نشوف الناس يدخلوا عندنا جابوا درجات عاليه. فهم مره يبغونك تنجح، مره يساعدونك. يعني اذكر لكم كيس جتني من غريبه باسم الطرافه. طرافة جي دخلت على بيشنت كان زعلان كذا، عنده باك بين في الكلينيكال سكيلز. انا كنت سامع عنها الحاله دي، لانها تتسرب على فكره، تسرب الحاله دي. السي اس في بس 5 سنترز في امريكا، ستيب 1 ستيب 2 تقدر تسويهم هنا في السعوديه. البروميتريك السي اس هو الوحيد ما تسوي الا في 5 سنترز في امريكا فقط، شيكاغو. وعشان كذا بعضكم اللي بيروح بعثه ما يقدر يروح نيوجيرسي ولا شطن، ترى شيكاغو فيها فيوفر عليه، فيلادلفيا وفيه هيوستن وفيه. ف تتسرب بعد راسه. دخل البيشنت كان ماسك الجوال ويكلم،
فجاء مرحله الفيزيكال اكزامينيشن طبعا يو هاف تو واش يور هاند. رحت اغسل يدي لما رجعت اعطاني الجوال قال ممكن تحطه يعني عرفت تريك تحط الجوال ايش تسوي تروح تغسل يدك ثاني مره ما غسلت يدك ف يعني طيب قلنا 12 ستاندرد بيشنتس الاختبار 7 الى 8 ساعات وقلنا انه في امريكا فقط ستيب 3 ما راح اعطيكم معلومات عنه لانه يعني ستيب 3 يومين مو يوم يومين تختبر كل يوم 8 ساعات طبعا ستيب 1 ستيب 2 عشان تاخذ الاي سي بي ام جي سيرتيفيكت فقط وش بعد بنقول عن اللي اسمه لي ايوه هاو تو بريبير فور ذا يو اسمه لي والله انا اسف جدا يعني انا قاعد احاول اني اختصر بس يعني مقدر جيتكم يوم السبت الصباح فما ما بيكم تطلعون وفي معلومات مثلا ما هاو تو بريبير فور ذا يو اسمه لي طيب ممكن اول حاجه لازم تعرف الريسورسز حقتك لانها بحر يعني يمكن تدخل في بحر هذا انا حطيت الاشياء الاساسيه كابلان فيديوز كابلان اونلاين ليكتشرز لان عندهم ليكتشرز اونلاين عندهم فيديو اون ديماند يعني تدخل وتحمل الافلام اللي انت تبغى تشوفها طبعا تدفع لها فلوس هذه وعندهم لا انتراكتيف ليكتشرز يعني تبدا لها تاريخ معين وفي ساعه معينه هذه ما ادري اذا تناسبكم لانه التوقيت في امريكا يمكن تبدا متاخره على الساعه 6 المساء وانتم هنا الفجر ما ادري يبقاكم تدخلون موقع تشوفون الديتيلز حقتها او انك تروح للسنتر حق كابلان اذا انت طالب وعندك قدره ماديه تبي تروح تبي تغير جو تبي تدرس اللي اسمه الاي حالك هناك تقدر تدخل السنتر عندهم قاعه مليانه كمبيوترات وفيديوهات وتقعد تتفرج على الفيديوهات جوا السنتر يعطونك الكتب وكل شيء او تحضر اللايف ليكتشرز اللايف ليكتشرز نوعين في ال 14 اسبوع وتداوم من 8 الصباح الى 12 بعدين تاخذ بريك ساعه من 8 الى 12 هذه ليكتشرز من 1 الى 3 الانستركتور اللي اعطاك ليكتشر يقعد يجاوب على اسئلتكم ويعيد بعض النقاط اللي ما فهمت من 3 الى 5 في فاسيليتيتور ناس جايبين درجات كويسه في كابلان ويوظفونهم كابلان على اساس ايش يحلون معكم تمارين من 3 الى 5 هذا اللي تدفع الكلام الحقيقه اللي هو 14 اسبوع ويعطونك اسبوع قبله to prepare you يعطونك review واسبوع بعده review فيصير توتال 16 اسبوع اغلب السعوديين بعد ما خلص الساعه 12 يمشي لان اللي بعدها يعني يكون فاهم الماتيريال خلاص بيمشي بعضهم يقعد من 1 الى 3 بعضهم بعض الانستركتورز كويسين تقعد لهم بعضهم يعني ما عنده شيء ف بدون الفيديوز your chances انك تجيب درجه يسمى لي very low you need the videos طريقة الشرح أنا أدري إنه you guys are struggling أنا كنت مكانكم في يوم من الأيام دكتور سيء ما يعرف يشرح ما نفهم عليه هو مو فاهم يعني هذه مشاكل كلنا واجهناها ضعف في الكوادر الأكاديمية في الكلية أنت يعني أنا أشوف مرحلتنا في كلية الطب أتكلم عن نفسي زي لما وزارة النقل لما تزفل الطريق معوج ومعكف وحفر كابلان شو يسوي ضبط يسوي له تونينج يصلح الأرصفة يضبط يعيد سفلته يسوي الخطوط حقت المشاة حق السير يحط اللوحات هذا ايش يسوي لك كابلان لانه انا شباب انتم الان بعضكم سنه اولى ثانيه عندكم اختبار اناتوميه وعندكم جاي بعد الويكندز اللي قبل الاختبارات ادخل في شوف فيديوهات كابلان بعضها مسربه تلقونها اونلاين تحملونها وبعضها عند الشباب هنا منتشره فتقدرون تحصلونها تفرج على واحدة من المواضيع يعني مثل البريك البلكسوس تفرج عليه على كمان شوف هل سوى فرق البايوكيمستري البروتين شارت حق البروتين شوف هل سوى فرق فهمك للمادة ولا لا يعني أنا بالنسبة لي شكل فرق كبير جدا يعني أنا حسيت إني واثق أكثر من أول بكثير يعني فتكسفين هاي سو واتشينج الفيديوز زي ما قلت لكم لازم مهمة بعدين تيجي كابلان بوكس شوف البوكس حقة اللي اسمه لي بحر كثيرة وكل لأنه ماني جنريت لوت اوف ماني اللي اسمه لي هذا مبسوطين عليه الأمريكان مسوي لهم وظائف مسوي لهم بزنس مسوي لهم في ناس كثير يكتبوا ريفيوز ريفيو بوكس ليش كابلان تقدر تشوف بوكس ثانية لكل مادة فيها لها بوك مثل الباثولوجي معروف جولين بس كابلان عشان تريح راسك إذا أنت ما تبغى تبحث في الكتب أنا شريت جولين قريت منه صفحتين وخليته في البيت إلى الآن موجود كابلان سبيسيفيك على الاكزام مره وعندهم اكسبيرينس عاليه جدا 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 وما يدشون راسك بالاكسترا قول لي مره يعني ديتيل اذا طالب طب
أنصحك تقرأ قولين، وعنده فيديوز سي ديز أوديو ليكتشرز فكويس طالب طب، لأنه مرة 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 يسهب يعني. من الكتب وين حطوها؟ بالليكتشرز. فتلاحظ لما تحضر الليكتشرز تلقاك تكتب في الكتاب، هم بعد عمدين حاطين لك فراغات كذا في الكتاب عشان تعبيها في المحاضرة، يكب عليك معلومات عشان يبغاك تجي تحضر محاضرة وتشوف فيديوز. فهذه تريك بزنس. فكتب كابلن حالها ناقصة لا تقراها، في الهيستولوجي كثير، وخلال المحاضرة تلقاه بيحذف بيحذف بيقعد يحذف يعني. فلا تغامر وتروح تقرأ كل شيء إلا مع الفيديوز، مع بعض البوكس مع الفيديوز. أوكي، فالكوستشن بانك هذا مهم جدا. الكوستشن بانك أوكي، هذه كلها مهمة اللي أنا ذاكرها الآن. الكوستشن بانك وش طريقة في الدراسة عند الأمريكان؟ وش طريقة في الدراسة عندنا يا شباب؟ عندك إجزام شو تسوي؟ تطبع كتب. يلا خلصت كم لفة على الكتب؟ لفيت مرتين ثلاثة. This doesn't work أبدا، لأنك خلاص أنت عندك memory capacity، أنت ما أنت memory drive، قريت مرة فهمت اللي فهمت، ما فهمت اللي فهمت خلاص that this is your capacity. في أمريكا الطلاب الطب من يبدون دائما يسوون questions. questions فيها مزايا كثيرة. ليش؟ question يعلمك كيف تنظر للمعلومة، كيف تفكر فيها، كيف تستخدمها، الapplicable use حق المعلومة. ليش الستمز حقت questions في step 1 8 أسطر؟ طبعا ما هي كلها 8 9 أسطر عشان ما بالغ، في بعضها قصير، بس ليش؟ لأنه هم يبغوك المعلومة دي ما منها فائدة إذا ما تستخدمها، ما لها أي فائدة. أوكي أنا أعرف إنه البريك البريكسسينج سيميلاريدي الوالنر سوت، هذه بالنسبة لهم جست يعني عشان introduction، كيف تستخدم المعلومة هذه. فالكوستشنز راح تقوي الناحيه هذه عندك جدا، راح تعلمك انه ترى هذه الاشياء المهمه في الاكزام. اذا سويت كوستشنز هذه الاشياء المهمه في الاكزام. الكوستشنز قريبه جدا 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 من الريل اكزام، يعني تقعد بلوك عباره عن 46 سؤال او 48 يمشي. طبعا انت تختار تبغى تايمد، اذا حطيت تايمد يحطك ساعه وتحل وتمشي تحل تمشي، او تختار تويتر. هذا اللي اسويه انا طريقتي، اسوي تويتر لاني ما ابغى ادرس الاسئله، ابغى اقرا السؤال وادرسه وافهمه، بعدين لما تجاوب يعطيك ايش الاكسبلينيشن، يعطيك الاجوبه الصح ليش جاوبتها صح، ليش صح، والاجوبه الخطا ليش خطا، ويسرد لك شرح يعني ما هي بسيطه يعني، بعض الشروح تجي صفحه صفحتين. فهذا يقوي الفهم بشكل بعضهم ايش يسوي اللي ذاكر الاسئله؟ يروح يخلص الكتب زين، بعدين يخلص الكتب يقول خلاص أنا الآن فهمت كل شيء، الآن بقعد على أسئلة وبشوف كم بجيب إن شاء الله. يعني مدام يحافظ الكتب بجيب 90-95% يعني، لأني قرأت الكتب. يتفاجأ أنه ما تعدى 50%. ليش؟ لأنك أنت قاعد تضرب في وادي الحال، أنت قاعد تقرأ وتحفظ، أنت ما فكرت بطريقة الإجزام. أنا لما أسوي أسئلة وارجع لأقرأ أنظر المعلومة كأني أنا الكوستشن ميكر. فاهمين قصدي؟ أنا ما عارف كيف أشرحها، بس أنتم بتلاحظون فرق. وأتمنى شوف كابلان كريمين مسوين تيست، أدخلوا شوف، نعطينك يعني عينة كذا أدخلوا جربها. فالطريقة الصحيحة أنك
تقرا تفهم الماده تسوي الكويشنز هذه بشرح لكم بعد شوي. فالكويشن الكيو بانك في اثنين معروفين في كثير في كثير وكل واحد يبغى يسوي كيو بانك بس المعروفين كابلان كابلان حقهم صعب مره لانه عندهم استراتيجي اللي قلت لكم عنها يبون يصعبونك عشان لما تدخل الجزء ويوسم الاي وورلد اذا عندك وقت سوي الاثنين اذا ما عندك وقت سوي اليوسم الاي وورلد هذا اللي ماشيين عليه الاغلب مو قاعده يعني يوسم الاي وورلد وكيو بانك عندهم تقريبا 2300 و400 سؤال هذولي وهذا اللي عندهم 2300 او 400 سؤال مقسمه على حسب الشابترز على حسب الماتيريال على حسب كل شيء نجي للريسورس الرابع الريسورس الرابع اللي هو فيرست ايد الفيرست ايد اوكي البايبل حق اللي اسمه ايه فيرست ايد فيري 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 كونسايس واكزام اورينتد والكلمه سطر فيرست ايد معناته احتمالية 90% انه سؤال في الاكزام اي سطر فيرست ايد فيرست ايد مختصر لك قاعدين الناس قاعدين يجمعون فيدباكس من الناس الاسئله اللي تجي الكومن اللي يركزون عليها طق يروحون يجمعونها يحطون 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 معلومات يختصر لك بعد الشباب ايش سوى اروح اقرا كابلان بوكس وفيديوز واروح اسوي يا اخي اقرا الفيرست ايد اصمه مدام كل الاسئله ادخل الاكزام واجيب درجه عاليه توقعون ضبطت معهم لا اتس ريفيو بوك You're not going to understand. الاختبار tests your questions, not your memory recall ability. أبداً. الاختبار يختبر قدرتك على فهم الكونسبت هذا. إذا في medication له side effect, وش كثر أنت فاهم عمل medication وليش له side effect, وش الجوانب الفسيولوجي والبيكيمستري والاناتومي وش كلها مع بعض, كيف أنت فاهمها مو كيف أنت حافظها. But no way أنك بالميموري بالريكول انك راح تقدر في اسئله يعني يعطوك اياها كذا دايركت ريكول بس عشان ايش ما يعني ما تصير كلها يعني صعبه بس اغلب ذا يختبر تيست يور كونسبت اللي اسمه اي في حول 2000 كونسبت لازم تفهمها كلها عشان تجيب درجه كويسه في الاكزام فيرست ايد ريفيو بوك ما في اي شرح جدا 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 مهم ما في اي احد دخل يسمي اي بدون فيرست ايد وبعطيكم استراتيجي كيف how to incorporate all of this في one study plan جاية NBME test هذا NBME طبعا احنا نقدم على الاكزامز عن طريق مين ACPMG صح الامريكان ما هم foreign medical graduates ويقدمون عن طريق مين NBME اللي هو National Board of Medical Examiners هذا حق الامريكان فالNBME وش سوى سوى 6 questions test questions كل عفوا 6 tests ست اكزامز ست اختبارات ايه ها ايوه قريبه جدا اي مدتها 4 ساعات وقريبه جدا من الريل اكزام في الاسسمنت حقك مو قريبه هي في الاستراكشر بس قريبه في الاسسمنت اذا سويت تدخل موقع ثاني تدخل درجتك ويعلمك انت لو دخلت الريل اكزام الان كم بتجيب درجة؟ عرفت؟ فوش سوون شباب؟ قبل لا طبعاً كابلان عندهم حاجة اسمها diagnostic test قبل لا تبدأ تسوي diagnostic test 300 سؤال الظاهر بعدين يقولوا أنت جبت في البايكمستر كذا أنت جبت في الانترنال ميديسن كذا أنت جبت كذا فتبدأ أنت تعرف وين تركز أو وين تبدأ أو وش الأشياء اللي أنت ضعيف فيها وهذا أنصحكم تسوون أنتم بتروح قبل ما تكابلان فري سوى خلال الكلية عشان بس تعرف نفسك الـ NBME بعد ما تطلع في درجة تروح تحطها في موقع تدخل يعطيك plus or minus يعني فيه variation أنا ما ضبط معي بعض كثير ناس يقولوا والله قريبة أنا كانت بعيدة مرة يعني فما أدري يعني بس يقولون أغلب أنه قريبة منها موجودة الـ NBME موقعهم كل هذا بتلقونها في الموقع الآن تسويه سعودي مدينة USA فكيف الريسورسز هذه واضح الريسورسز يا جماعة إذا عندكم أسئلة بالله اكتبوها أنا برجع لها. Plan your strategy. أول حاجة زي ما قلنا start by doing a diagnostic test free في كابلان. Be familiar with your starting score. Know أيوة هذا بيمي أوكي بيجي بس. Know your weakest points. Available for free at Kaplan's website. أول شيء الطريقة اللي مقترحة فقط. كل شخص له يعني طريقة. الناس يعني ما خلق الله واحد.
بس هذه مقترحة فقط بناء على تجربة وبناء على كلام experts منهم دكتور دوغرتي ستيفن دوغرتي كان في كابلان وانتقل الآن فتح له شركة الحالة سماها فالكون تلقونها في جوجل فالكون أو بيكرز وبرضه قاعد يسوي نفس الشغل اللي هو يسميه إيه هو سايكولوجيست والبلان هذه شرحها لنا هو في البداية وأنا من تجربتي اكتشفت أنها فعلا تورس study subject by subject أول شيء تمسك عندك اللي يسميه step one خلنا أقول أوكي تبدأ بالبايكيمستري أول شيء وش تبدأ بأي واحد فيهم خلي الباثولوجي آخر شيء لأن الباثولوجي قاعد يجمع لك كل شيء في مادة واحدة فهذا متفقين عليه صح فابدأ أناتومي أو بايكيمستري أنا أشوف أناتومي ممكن ريزنبل بايكيمستري وبعدين مايكروبيولوجي عشان تعرف الانفكشن البكتيريا والشيء والمايكروبيولوجي بعدين تدخل في الفارماكولوجي عشان تعرف الميديكيشن حق بعض شو اسمها على بعض الميكروبس تعرف الميديكيشن حق بعض البايكيمستري تذكرون هاللاينز هذه حقت البايكيمستري بعدين تدخل على بعد الفارماكولوجي تدخل على الفسيولوجي عشان تفهم الباثولوجي بعدها تدخل في الباثولوجي هذا الترتيب نبدأ بالبايكيمستري تمسك الشابتر نمبر 1 اللي هو خلينا نقول كربوهيدرات تقرأ الشابتر وتفرج على الفيديوز خلصت تروح تسوي الكويستشنز في الكيو بانك حق البايكيمستري الكربوهيدرات فقط بعدين ترجع لكتابك وانت قاعد تسوي الكويستشنز وانصح انا في ناس يقول لا سوي تايمد عشان تعود على الاكزام انا اقول ايرلي على الاكزام يعني الاكزام بتسويه بعد 4 شهور او 5 او احيانا بعد سنه فايرلي انك براكتس التايم مانجمنت اهم شيء انك تستفيد اهم شيء انك تتعلم شوف يو ار ستادينج ذا كويستشنز يو ار نوت دوينج ذا كويستشنز عشان تشوف انت جايب صح ولا ما جايب صح انت يو ار ستادينج ذا كويستشنز ستادينج وات تريكس كل سؤال ما هو سؤال اذا ما في تريك صح ولا لا الحين بعطيك سؤال هذه معلومه اذا سويت فيه تريك صار سؤال ومفروض انت تبحث عن تريك عشان تعرف الاجابه ستادي ذا تريكس فانا اول ما اديت الكويستشنز درعمه ستايل سعودي عرفت الجواب طق غلط ليش ما انتبهت ان البيشنت افريكان امريكان لان هذه راح كانت تغير الجواب طيب السؤال اللي بعده نفس الشيء درعمه ما تعلم اخطائي البيشنت فيميل مع الوقت بديت افهم وش الاشياء المهمه في الكويستشنز وعندك كل سؤال فيه معلومه او معلومتين تعلمك الاجابه سؤال ما في الا هالمعلومه هذه لو عرفتها تعطيك الاجابه فتعرفها بالاسئله تروح تكتبها وين في الكتاب حقك النوتس حقتك لان الحين تمتلك كابلان بوكس عباره عن يسمونها ليكتشر نوتس وما يسمونها بوكس لانها ليكتشر نوت فانت تعبيها من الفيديوز وبعدين انا بديت اعبيها من ايش من الكويستشنز او انك تروح دايركت للفيرست ايد تفتح بايوكيمستري وتروح للكربوهيدرات وتكتب النوتس حقت الاسئله في الفيرست ايد عشان بعدين ها بعدين تنتقل لشابتر نمبر 2 شابتر نمبر 3 شابتر وانا شارح لكم هنا واي ذس استراتيجي بعدين تخلص بايوكيمستري تنتقل لي خلصت بايوكيمستري وين تراجع من وين من فيرست ايد تروح فيرست ايد تمسك بايوكيمستري تخلصه تلقاه 40 صفحه او 30 صفحه فيري 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 كونسايز الكتاب تلقاه 300 صفحه هذا تلقاه 30 صفحه فتتراجع بيصير سهل عليك لانك توك مخلصه ويمكن كاتب عليه النوت حق الاسئله بعدين تنتقل مين الاناتومي تخلص الاناتومي تراجع من وين من فيرست ايد تروح باثولوجي تخلصه ترجع تراجع من فيرست ايد الان خلصت ايش الفيديوز والبوكس وقريت والكويستشنز يعني صار عندك الان ديب اندرستاندينج لكل شيء تجي تسوي فاينل كومبرهنسيف ريفيو الان خلاص ما عاد الكتب خلاص انت فهمت الغرض من الكتب انك تقول فيديوز انك تفهم خلاص فهمت اركنها على جنب تجي تمسك الكيو بانك تعيده مع الفيرست ايد تسوي الكيو بانك الان تقدر تسويه راندوم باي سبجكت راندوم باي كل شيء وتسويه تايم ما هي مشكله تبي تلقى نفسك تقدر تخلص 2 3 بلوكس ا داي لا يمكن اقل يمكن 2 بلوكس ا داي لانك قد مريت عليها انا هذا قصدي وتراجع من فيرست ايد تخلص وتراجع من فيرست ايد بس ما يمكن ما تراجع سبجكت باي سبجكت تراجع راندوم بكذا بعدين تسوي نفسك ايش ام بي ام اي تيست هم 6 تيست بعضهم يقول لك ترى رقم 3 و4 هو اقرب شيء للاكزام ما ادري والله يعني هذا سبجكت يعني ما ادري سبجكتيف يعني بس تقدر تسوي ام بي ام اي تيست تشوف تقول درجتي 200 مثلا خلينا نقول في ستيب 1 انا جبت 200 ترجع ثاني مره تسوي كيو بانك فيرست ايد تسوي ام بي ام اي تيست تقول درجتي صارت الان 210
تسوي بي تيست. في بعضهم مع الحركه دي لقى درجته في الاكزامز الفصيره شلون صار فيها قلت وش صار سكجول سكجول خلنا ندخل ليش ما تدري بس مو علامه يعني بس اللهم انك المفروض انك تشوف ايش تشوف ارتفاع في درجاتك او يمكن تشوف فلاتنينج تشوف درجاتك نفسها يعني كل شهر تسوي معناته خلاص this is your plateau هذا اللي هذا الماكسيمم تقدر عليه في ناس ما شاء الله يعني طيب في حاجه اخيره ممكن تسويها ليس في ام جي خليك تسوي سكجول للاكزام صح بس خليك تسوي سكجول حاجه اسمها براكتس تيست يعني يعطيك سكجول بيرميت كل شيء انك تدخل الاكزام نفس البروميتريك سنتر اللي انت بتختبر فيه ليش عشان تعود على الاتموسفير تعرف تستخدم الكمبيوتر تشوف ويعطيك تقرير لما تطلع بالاشياء اللي انت كويس فيها والاشياء اللي انت ضعيف فيها وتقدر انك يعني هذا الفكره منه بس انك ايش تعود على الاتموسفير تشوف شو القصه كذا الاختبار 4 ساعات يعني انا انصح تسوونه لان انا بقول لكم قصه صارت لي انا كان اختباري في 21 ديسمبر كانت شيكاغو ثلج 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 مره يعني برد انا عندي برونكيا لازم ما عدو بس كولد انديوست خذيت معي سكجول خذيت معي اوراقي وكل شيء تيست كونفرميشن ورحت وصفيت طابور دخلت البروميتريك في طابور جاء دوري قالت وين اوراقك اللي معي كونفرميشن حق الابوينتمنت حق الاكزام قالت وين سكجولينج بيرميت انا ما جاب بالي انه محتاجون قلت ما هم معي انا على بالي انه ورقه هذه ما اقدر اسوي الاكزام اللي فيها يعني ما هي عندي كذا انصدمت وارتبكت لانه كان عندي رحله من بكره ولا اقدر اجل وانا كنت مضطر اني اروح السعوديه وبسوي الاكزام عشان امشي وكذا ف انصدمت قالت روح لازم تطبعه من الايميل اكيد انهم مرسلين على الايميل كانت الساعه 7 الصباح في شيكاغو وبرد ورحت ابي قالت شوف لك 20 دقيقه اذا ما جيت ترى تكنسل اكزامك وانا بمشي السعوديه بكره خلاص فطلعت وصرت اركض في الشارع بلحق على اي مكان عنده انترنت وبرينتينج والقى فيدكس عنده انترنت وعنده طابعه وادخل عليهم وادخل وكذا ارتحت شوي قال الكمبيوترات خربانه والله تحرملت جاري شلل نصي المهم تكفى احاول من اشتغل الكمبيوتر دخلت الايميل واسوي في السيرش حق يوسف لي وفعلا طلع قدامي وادخل واطبعه ونسيت الكريدت كارد عنده ورحت فلو اني مسوي براكتس تيست كان ما مريت بهذه اربكتني جدا يمكن هذا من السباب اللي خلت سكور حقي اقل اربكتني جدا سببت لي ربكه يعني طيب الكابلان باكج لما تروح للبعثه على السريع هذه بتنزل بتقرونها ستيب 1 بريبريشن ستيب 2 سي كي ستيب 2 سي اس طبعا معطيكم ارها 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 شيء الملحقيه هذا ذا بيست يعني ستيب 1 معطيكم 16 ويك واغلى شيء الكيو بانك مفتوح يعني ظاهر 9 شهور مفتوح ستيب 2 نفس الشيء ستيب 2 سي اس معطينكم الكورس 5 ايام بلس براكتس تيست واتس كول اباوت ات انه عندهم ريزيدنسي بريب هذا جديد هذا يجهزون لك البيرسون ستيتمنت السي في يسوون لك موك انترفيوز يضبطونك يعني هذه صراحه مره 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 مهمه ادخل موقع كابلان تلقون في فيديوز تشرح هذه الأهم جدا اللي هو clinical experience هذه نجيها بعدين مهمة جدا بالسي في الباكيج حق كابلان يعطيك شهرين كل شهر منفصل حاله تسوي في السبيشالتي اللي انت تبغاها صراحة هم يقولون السبيشالتي اللي انت تبغاها وهو مو صحيح يعني في فاميلي الظاهر وانترنال ما أدري فيه سبيشالتي زيادة ولازم تدفع له زيادة إذا تبغى سبيشالتي يعني غير ويمكن ما يلقون بنفس شيكاغو إذا انت في شيكاغو يمكن لازم تصير معك سيارة خلال الشهر اللي بدهم فيه وفيها يعني بس إنها مهمة ومفيدة جدا بشكل ما تخيلون كمتخرج ممكن طب صعب إنك تحصل قبول clinical experience بس they did it in a way ما أدري شو سووها ضبطونا يعني لكن لو إنك جاي كذا صعبة تقدر بس صعبة مرة يعني والشركة اللي هم يتقابلون معها بعطيكم اسمائهم الشركات هذه تقدرون أنتم تراسلونهم وإذا تبغى تروح على حسابك وفي طبعا عندهم advisors وعندهم يعني شغله مرة ممتاز كابلان أوكي طيب تبون بريك
كمل ما نكمل خلصنا اسم لي نمشي عليه راس بريك يرفع يده ما حد يبغى بريك طيب قلنا تكلمنا على اسم جي تكلمنا عن انا ما انا ناوي اعطي ديتيلز في المحاضره لان ما ابغى يعني ادوشكم بس طيب تكلمنا عن كابلان how to study for the SMLE ايوه common questions انا متاكد ان بعضكم كاتبها الان ف بسم الله how long it's gonna take me to study للاختبار على الكلام اللي انا قلته قبل شوي كم توقعون الوقت step 1 دقيقة 4 months 3 شهور هو يعتمد على الطالب اللي يتخرج طيب اوكي ممتاز وبحضر من بدري ولا بحضر من بدري ممتاز الله ينور عليك وش العوامل اللي تخليك تخلص بسرعه ولا تخلص تاخذ وقت ها قال واحده عبد المجيد وش كثر عندك وقت فاضي صح تدرس يعني هذا اللي قاعد في شيكاغو وعنده كابلان ومتفرغ ويمشي راتب فرصه اكثر من واحد قاعد صح ولا لا هنا قاعد يدرس دوام ونكولز صح بس ليش في سعوديين قاعدين هناك ثلاث سنوات ما خلصت ستيب 1 بس ما خلصت ثلاث سنوات اذا في عام ثاني اللي هو ها وش لا سيريسنس صح بس في ايش الرغبه اذا انت رايح بعضهم رايح كسكند بلان وقالوها يعني بعضهم سولف يقول والله انا رايح ضبطت ما ضبطت ابرجع لا اذا انت ما انت ديتيرمنت يعني بعضهم يقول انا رايح اسوي ريفيو كذا سنه اضبط وضعي اصلا ناوي ارجع انا وقدي بس رايح سنه بس اصقل نفسي واجي صدقني احتمال كبير انك يو فول عند اول شابتر في البايوكيمستري ايزلي إذا ما عندك الرغبة الشديدة أنك تصقل نفسك وتعدل الديفكتس اللي عندك الديفشنسز اللي كل شخص عنده ديفشنسز حتى الأول على الدفعة عنده ديفشنس إذا ما عندك الرغبة أنك تصقل نفسك وتعبي الفراغات اللي عندك وزي ما قلنا تضبط الطريق حقك اللي أنت رايح في مستقبلك تسوي له رصيف تسوي له تخطيط وتسكر الحفرة اللي فيه إذا الرغبة هذه ما هي موجودة ترى الاختبار والتحضير very stressful جدا 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 stressful يا جماعة you cannot imagine يعني ف أنا ما أقول عشان أخوفكم لكن أقول عشان أشجعكم صراحة does it worth it very much هل أنا لو ما لقيت قبول كنت بندم نهائيا جدا سعيد أفضل شيء صار لي بحياتي إني رحت سويت اللي اسمي لي لأن الآن أقعد مع المريض تردد اللي كان جواي انتهى الخوف إني ممكن أقول له شيء غير صحيح وأنا ما أتأكد منه أنتهى إني طبيب واثق من نفسي أروح البيت أطلع من المستشفى أروح وأنا حاسس إنه فعلًا أنا سويت شيء صحيح ليش أغش نفسي ليش أنا اسمي طبيب دكتور والناس دكتور وأهلك وفي النهاية أنت ما أنت قاعد تسوي اللي عليك لا أنا أشعر أفضل الآن فالبعض مو شرط إنك تحتاج تسوي لي سمليه وتحتاج ممكن بعض الناس ممتاز جدا وما شاء الله مستواه الشيء الثاني قلنا التفرغ الشيء الثاني الاراده الشيء الثالث زي ما قال عبد المجيد مستواه كان انا صراحه ما في شيء معين يدل بس انا اشوف صراحه انه في علاقه بين الجي بي اي حق الشباب وبين المده والسكور الناس الجي بي اي حقهم عالي صراحه اشوف سكورز حقتهم اعلى بكثير من الاخرين لان انا اعرف بعض الجي بي اي حق الشباب اللي جايبين يعني جيد جدا ممتاز ووقت التحضير اقل فتشوف الناس اللي جايين معدلاتهم مقبول ويعني في ناس لا صراحة أنا أعرف واحد من الشباب الآن ما شاء الله عليه معدل مقبول كان هو struggling يعني كان عنده ديز كثير بس إنه he did it خلص في وقت يعني يعتبر reasonable وقدم قبل في الريزيدنسي قبل المستشفى مرة كويس وكثير من الشباب اللي هناك معدلاتهم يعني ليش لأن ما أبغى أدخل في الكلام هذا بس إنه هذا مو شرط لكن أنا لاحظت في علاقة في الجي بي في المدة وفي السكور فما ما في جواب
It's very personal. يعني أيوة كيف تعرف من البيس حقك؟ إذا خلصت البايكيمستري أول مادة خلصتها أخذت منك 3 شهور. أنت تعرف إنك يعني بتطول. إذا والله أول مادة أخذت منك شهر. أنا أشوف شهر يعني شخص متفرغ وعندك فراغ كثير. كويس. وبتكلم مريم دكتورة مريم عن تجربتها أنها سوتها هنا اليوسمليز. Do I need to go to Kaplan؟ لا. راح تقول لكم دكتورة مريم ليش مو لازم تروح كابلان، لأنه كل شيء متوفر، كل شيء أونلاين الآن. أنا سبب الليكتشر هذا أقدر أعطيها أونلاين، بس سبب جاي جداً مذكور. I just want to show support for you guys. أنا أعرف إنه يعني يمكن إحنا في الرياض عندنا جامعات أكثر وكذا، والناس اللي رايحين أمريكا بس هنا أقل. ف which subject should I start with first؟ تكلم عنه. Shall I do step one or step two first؟ وش رايكم شباب؟ ستيب 1 ولا ستيب 2 اول؟ 1 2. اللي يقول 1 يرفع يده في الميلز، اللي يقول 2 يرفع يده. طيب دكتوره ليش 2 اول؟ دكتوره كيف شغلي؟ تفضل. عليكم السلام. ليش 2 اول؟ قريب من كندي. ممتاز ان شاء الله عليكم. صحيح 2. في ناس يفضلوا انه يسووا اول. ليه؟ انتم زي انا بعد الحين بسرد عليكم خطه كامله من ولادتكم امك لين تدخل ريزيدنسي. اوكي، هاو تو انتجريت اول اوف ذس. راح تلاحظون انه مشكله اللي يروح يسمي امريكا يصير عنده فراغات، فتروح عليه تقديمات هنا وهناك. واحدة من الفراغات اللي أنا استغليتها شخصياً إني قدمت لوكال بروجرام وقعدت فيه 7 شهور لين طلعت أوراق البعثة ولين طلعت الفيزا ولين طلعت تذاكر ولين رحت. نفس الشيء اللي يروح أمريكا لو ما استغل الفراغ يمكن إيش تروح عليه تقديمات كندا. فبعض الشباب عنده يقول أبغى يا كندا يا أمريكا، فأبغى أسوي ستيب 2 أول. ليش؟ هذا الشيء اللي أنا سويته. أنا سويت ستيب 1 أول وعندي ريزن بقول بعد شوي. ستيب 2 تسويه، أنا سويته بعد بكرة سويت الكنديين وجبت الكنديين درجة عالية جدا جدا. يعني أنا أقول أصدقائي قالوا ليش؟ لأن ستيب 2 صعب مرة وكابلان يحضرك مرة، فلما تروح تسوي الكنديين احتمال كبير أنك تجيب درجة عالية. فتقدر تقدم على كندا بدري وتوفر على نفسك أنه لو جاني قبول في كندا خلاص أنا بسحب نفسي من أمريكا. ما أدري بالنسبة لطلاب الطب اللي في السنوات الأولى ما راح تفرق معكم، لأنه أنت بتسوي ستيب 1 الآن لأنك قريب من البيزك ساينس، أفضل لك تسوي ستيب 1 الآن. ستيب 2 تسوي خلال سنوات الكلينيكلز، فوقتها بتسوي ستيب 2 كندا وتقدم كندا وأمريكا مع بعض، فما عندكم مشكلة. لكن أتكلم عن الآن بيطلعون بعثة ومقربين. أنا سويت ستيب 1 وعلى أني كنت بقدم كندا، بس سويت ستيب 1 لأنه يعني كنت أبغى أفهم البيزك ساينس أول وكنت أبغى أقوي البيز حقي عشان لما أروح ستيب 2 أكون فاهم كل شيء بطريقة أفضل. وفعلا الناس يسوون ستيب 1 ويدخلوا يسوون ستيب 2 مباشره بعده على طول، يعني خلص ستيب 1 يبدا يذاكر ستيب 2، يعني ياخذ طبعا اجازه اسبوع بس يبدا على طول. احتمال انه يجيب درجه عاليه في ستيب 2 اكثر بكثير، واحتمال انه مده دراسه اقل اكثر بكثير، لانه ستيب 2 50% بدون مبالغه من ستيب 1 بدون مبالغه. نفسه ستيب 2 50% منه تاخذه من ستيب 1، فوفر عليك جهد كبير بدل ما تبدا ستيب 2 بعدين ترجع ستيب 1. فبيوفر عليك وقت اللي سويت ستيب 1 أول، بتفهم ستيب 2 أكثر. في أشياء كثير في ستيب 2 مبنية بشكل كبير. هو ستيب 1 2 3 صح، هو كذا يعني. فهم بنين النولج الموجود في ستيب 2 على النولج الموجود في ستيب 1. إيراس. طيب الآن خلصنا من ليس الام جي، خلصنا من ليس ام دي. إيراس طبعا وش احنا عندنا تقديمات هنا ورقيه، تروح تقدم تعبي ابلكيشن ترفق صورتك تدبسها تحطها ما ادري ايش. هناك لا، الكترونيك ريزيدنسي ابلكيشن سيستم، عباره عن اكاونت زي ما تفتح فيسبوك اكاونت، تعبي اسمك وكل شيء، تدفع لهم $65 $95 تدفع عند ليس ام جي. ليس ام جي هو اللي بيضبطك يعني. بعدين لما تاخذ الاي دي تروح لايراس تسوي لوج ان وتنتهي. ايراس تفتح عباره عن اسئله مملة جدا، يعني تقعد
أنا بضطر أخذ بريك يا جماعة، ممكن 5 دقائق معلش، بس ما راح نطول يعني، خلاص قربنا قربنا معلش. أبدأ؟ أوكي. طيب الإيراس قلنا أنها إلكترونيك أبليكيشن، عبارة عن خانات معينة تعبيها أسئلة. You have to consult CVS company. CVS هذه فارمسي في أمريكا. CV company. يعني ناس يعطونك يعلمونك وش الصيغة اللي تكتب فيها. أنت ترسل لهم الرو ماتيريال، ترسل لهم الرو حق CV، تهرج عليهم وش تكتب CV. هم يصيغوها لك، يستخدمون كلمات منمقة، يعطونك يكتبون لك more detail. فلما يقراها البروجرام يشيلون الجرامر ميستيكس، فيتر ميستيكس، الجرامر ميستيكس. والله يو كان نوت، شوف بروجرام دايركتور يقرا السي في يلقى جرامر ميستيك ولا سبيلنج، ما راح يناديك. ليش؟ لانه خلاص اذا انت ما اهتميت بجوده السي في اللي انت مقدمها لي، يو دينت باذر يور سيلف تو ريفيو سبيلنج، شلون تبيني اجيبك تشتغل عندي تشوف مرضى؟ فهمت كيف ينظرون لها؟ يعني نو واي. انا ليش اقول لكم كذا؟ في واحدة من زميلاتي ارسلت لي سي في حقها راجعها لها والبيرسونال ستيتمنت، جرامر سبيلنج ميستيك، ميستيكس يعني. ما قلت لها بس خلاص انا ذاتس ات دان يعني، قد ارسلت الابلكيشن. بس فاذا انتم بتروحوا كبلان يساعدكم، اذا لا في اونلاين جوجل سي في راح يساعدكم كل شيء، تعبي كل شيء. في حاجة بس لازم تعبيها اللي هي البيرسونال ستيتمنت، الخطاب الشخصي. اوكي هذا مهم جدا 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 في القبول، ولازم يكون لها طبعا كتقولوا معي، انا ما راح اشغلكم فيها، بس الخطاب الشخصي ما تعودنا عليه احنا، غير موجود هناك في امريكا. تقدم على الثانوي خطاب بيرسونال ستيتمنت، تقدم على الجامعة بيرسونال ستيتمنت، تقدم على وظيفة في سبوي بيرسونال ستيتمنت، تقدم على كل شيء بيرسونال ستيتمنت، تطلب من ابوك بصروف شهرية بيرسونال ستيتمنت. فهو متعود خلاص، تلقى على نفس البشر سين يدلل عليها وكذا. It has to be personal, emotional story. الأمريكان يعني الأغرب إنه عندهم هوليوود، لأنهم شعب يحب القصص، يموت في القصص stories، وشعب emotional جدا، فيحب الأفلام، يحب القصص، يحب الدراما بشكل رهيب. فما يبغى يقرأ. أنا والله رحت ودرست في جامعة الملك فيصل وتخرجت وبعدين رحت. أنت قاعد تقرأ السي في حقك؟ لا، أنا أبغى أعرف القصة اللي خلتك تدخل الطب. لا، انا ابغى اعرف القصه اللي خلتك تجي امريكا. لا، انا ابغى القصه اللي خلتك تختار السبيشاليتي. لا، انا ابغى القصه اللي خلتك تختارني انا. ابغى هذه من البدايه، انت كيف خططت لحياتك، وش القصص، تحطها كلها بقصه واحده. ف يعني يصير في تناسق. ما هي سهلة، لازم أنا أقترح إن أنت يعني الآن من الآن ابدأ فيها، اكتب كل شيء كده بمخيلتك، كل شيء بيرسونال، ما له دخل في السي في، ما له دخل في شهاداتك، كل شيء بيرسونال تاتش ديو، قصص لك الآن مع البيشنت اكتبها، قصص سمعتها وحسيت فيها، أمثلة كوتس اكتبها، اكتب 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 اكتب، عبي 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 من الآن أي شيء يصير لك. وبعدين حاول انك تصيغها بطريقه كذا يعني انها شيء خلاك تختار سبيشاليتي. المشكله عندنا اوكي يعني ما ودي قد اقول عندنا مشكله، عندنا يقول هذا جاي من امريكا وشايف حاله وواحد شايف الناس شيء. لا، مو انا ما ولا غيرتني امريكا ولا شيء. هذه الكلتشر اللي احنا عايشين فيها، هذه الكلتشر اللي احنا تشربناها. لو تروح تعيش برا 20 سنه صعب. هذه الرواسب، الأشياء الموجودة، الوايرز، الأسلاك الموجودة اللي موجودة عندك. إحنا كيف تحدد مستقبلك؟ كيف دخلت كلية الطب؟ وش الأسباب اللي خلتك كلية الطب؟ أبوك ضغط عليك، جايب معدل عالي. هذه أذكر جانا دكتور سايكولوجيست سوالنا كذا سيرفي جوا القاعة، 80% السبب إنه كان معدل عالي في الثانوي. It's okay، ما هي مشكلة، سبب مقنع عادي، ما هي تدخل طبعاً لأنه معدلك عالي، عندك قدرات. في أمريكا عندهم كلتشر، أنا ليش أقول لكم؟ لأنك أنت راح تنتقل كلتشر جديدة، لازم تحاكيهم بنفس اللغة. أنت لو يجيك هنا الآن عامل يشتغل عندك أو أي أحد يكلمك بلغة بلد، ما راح تتفاهمون. أنت لازم تصير أمريكي، شبه أمريكي، نص أمريكي، تصير تكلمهم بلغتهم،
هو ما يبغى هو يبغى يسمع السبب نفس اللي يسمعه من طلاب الطب اللي يجونه في المقابلة أو اللي يقدمون عليه، يبغى يعرف الأسباب هذه. أنت لما تيجي هنا تقدم، لما تيجي من هنا وتقدم على أمريكا لازم تحكيهم بنفس الثينكينج، اللغة. فأقول لكم حنا هنا يمكن واحد دخل كلية الطب لأنه ما لقى كلية، يعني يبغى أحسن كلية، يبغى مثلا مكان اجتماعي، يبغى راتب، يبغى ضمان وظيفي، يبغى يعني أهله أمه أبوه دكتور وقال له ادخل واقنعوه، ما لقى كلية ثانية يعني تقنعه وكذا وكذا. بس لا تكتب شيء هذا في البرسنسيز ولا تطريه نهائيا، لازم يكون عندك سبب مقنع. ليش تختار سبيشال اللي فيه نفس المشكلة؟ كثير من السعوديين اللي راحوا فعلا جاي مختار مثلا تير ميدسن أو كذا بس مو عارف كيف يعبر، لأنه فعلا هو جاي لأنه عجبه الانترنت. كيف ليش أعجبك؟ ما هو عارف، هو أعجبه، هو مقتنع داخليا، فيه أسباب أكيد مقنعة مثلا لايف ستايل، الفكر، الماتيريا اللي يدرسها، بس مو عارف يعبر. إذا ما تقدر تعبر معناته ما راح يسمعونك، ما راح أفهمك. أنا ليش اضطربت في الموضوع؟ كنا نتكلم عن إيه البيرسونال ستيتمنت، فمهم البيرسونال ستيتمنت. خلصت تعبيها تسوي سبميت، انتهينا. الآن انتهينا من الابليكيشن، تروح إي سي في إم جي اللي هو العميد حقك، هو يرسل للإيراس. وش يرسل؟ أنا هذه اللستة موجودة. طبعا ما تقدر تقدم إلا إذا عندك على الأقل واحد من ستيبس 1 أو 2 سي كي أو سي إس، واحد منها، بدونها لازم على الأقل واحد منهم عشان تقدم. أوكي، وش يفضل البروجرام دايركتور؟ يفضل أنك تقدم كلها، لأن ما يبغى واحد. إذا عندك واحد من الإكزامز بس ما سويته مثلا سي إس، ممكن يعتبرونك يعني يقولوا أوكي، لأنه سي إس يعني يعتبر سهل كلينيكال سكيلز وأنك يو الباسيت وكذا، بس لازم تعلمنا قبل فبراير، وأعلمكم ليش فبراير هذا يعتبر يعني ديدلاين مهم. طبعا complete your application through ERAS، upload your letter of recommendation، هذا عن طريق ECMG. letter of recommendation تقدر تسوي upload لمليون ما عندك مشكلة، لكن تسوي assignment للبروغرام، بيطلع لك اسم البروغرام لما تقدم على ERAS، تروح تختار البروغرام، تطلع لك فلتر، هو فلتر، تختار specialty، تختار الستيت تكساس فاميلي ميديسن، يطلع لك تكساس تك، تضغط عليه يطلع لك letters of recommendation اللي انت ايش اللي انت محملها، تختار اربعة فقط، مسموح لك اربعة. اليو اس افضل من اي مكان ثاني في العالم، ليه؟ لانه انت منه وفينا، انا اقدر جنبي اعرف فاهم. السعودية مقبولة يعني، كان بس في افضلية بالletters of recommendation. personal statement هذه قلناها. personal statement work on it early، early يعني قصدي years يعني من الديفلوبمنت حق personal statement. هذه medical school performance evaluation letter، هذه الكلية حقتك يبي لها ترسلها للACVMG، فهذه سهلة تكلمهم وتحمل صورة، طبعا صورة لها شيء معينة، وتختار البروغرام. طيب كيف تختار البروغرام؟ وهذه أنصحكم من الآن إذا في أحد يفكر بشركة معينة، خصوصا اللي مقربين يتخرج، في موقع اسمه فريدا أونلاين. فريدا أونلاين تدخل فيه فلتر ضخم، كل البروغرامز الريزيدنسي والفيلوشيب اللي في أمريكا موجودة في الفلتر هذا. تدخل تكتب سبيشاليتي اللي أنت تبغاها أو ستيت، أو يعني تختار وش تبي تبحث فيه، ها، ويعطيك لسة البروغرامز. مثلا تقول أبغى تكساس، أبغى البروغرامز اللي في تكساس، ما أي تخصص يعطيك إياها. أبغى الفاميلي ميدسن اللي في أمريكا يعطيك إياها، أبغى الفاميلي ميدسن اللي في تكساس يعطيك إياها. بعدين تفتح ديتيلز عن البروغرام، يعني تو ماتش، مرعبة. المواقف المستشفى فيها موقف للسيكا ولا ما فيه؟ هذه الديتيلز الموجودة، تخيلهم يعلمك إذا فيه موقف للسيكا لك ولا لا، راتبك كم سنة تدرس، وش الأكريديشن سايكل اللي قلت لكم عنها، وش أنصحكم يا شباب تروحون فريد أونلاين، وهذه كلها بتكون موجودة في الموقع فريد أونلاين تبحث. فتروح أنت فريد أونلاين وتدور البروغرامز اللي تبغى. طيب الحين كم في بروغرام في أمريكا؟ 3500 الفاميلي ميديسن، أنا أعرف إنه في فوق 500. أنا أبغى أقدم، عشان أقدم لازم أعرف الريكوايرمنتس. إذا البروغرام يبغى درجة معينة في ستيب 1 أنا ما جايبها، ما راح ياخذ الابلكيشن حقي. جراديويشن يير والأشياء دي راح أتكلم عنها اللي افكتس يور ابلكيشن. ففي شركة، وزي ما قلت لكم أمريكا كل شيء فيها بزنس، في شركة اسمها ماتش أي ريزيدنت، في شركة ثانية والله نسيت اسمها. تدخل تحط الفلتر حقك أنت، درجاتك في ستيب 1، درجات ستيب 2، تحط الكلينك اكسبيرينس حقك كم شهر تحطي، وتسوي السبيشاليتي اللي أنت تبغاه، وتدفع لهم على كل لستة $65، فاهم، الميديسن 65، انتر الميديسن $65، ويعطيك لستة المستشفيات، هم رأس المستشفيات دي يسووا أبديت وجمعوا الريكويرمنت ويختصرون لك المشوار يعني.
فيعني within minutes تقدر تعرف البروجرامز اللي ياخذون الابلكيشن حقك. فيري جود سيرفيس صراحه. بس انت تقدر تبحث اي طبعا تشوف الليست تروح شيء راجع لك تدفع الابلكيشن فيه كيف تدفع الابلكيشن فيه كم تكلف في كالكوليتر إيراس كالكوليتر ما هي في الموقع واحد مسويها لهم هم الجوريثم معين للدفع اول 10 بروجرامز 250 ثاني 10 بروجرامز كل بروجرام مدري كم ثالث فكل ما زادت البروجرامز كل ما دفعت اكثر الملحقيه تعطيك الى 5000 دولار ها بقرار الابتعاث مو كل سنه يعني انا قدمت سنتين اول سنه ادفعوا لي 5000 دولار ثاني سنه ما ادفع شيء انا ساعد من جيبي 5000 دولار كم تجيب لك بروجرام يعتمد اذا انت مقدم بروجرام واحد او 2 او 3 كل بروجرام لحسبه معلش حلقني شوف تقريبا 230 بروجرام اذا بتقدم على سبيشاليتي واحده تقريبا والامريكان كم يقدمون توقعون الامريكان اذا يبغى يقدم على ريزيدنسي يعني انا اروح رحت انترفيوز قاعد اسولف معهم كم توقع يقدم على البروجرام عشان الزماله كم يقدم هو على المستشفى كم العدد كم مستشفى يقدم عليه علشان يحصل قبول في الزماله الملحقيه تدفع لك 230 مستشفى تقدم عليهم تكلف 5000 دولار تدفع الملحقيه لك واحدة؟ لا عاد والله واحد مرة هذا ها؟ 100؟ ها؟ كيف؟ كم؟ 100؟ توقعوا 100؟ من ينقص؟ أقل بكثير 10 8 12 كنت أقعد معهم في الانترفيوز ونسولف طبعا انا مقدم لانه يعني اجنبي والجراديويشن يير هم الطلاب اصلا يعني خلاص اخر سنه وبيقدم مقدم انا عشان ازيد انكريز ماي تشانسز وكذا قلت ليش قدمت هنا انا مقدم كل امريكا يعني لو قالوا روح الاسكا رحت الاسكا قالوا قال لا بس انا معجبتني المنطقه هنا انا حولها اللي اصدقائي في واحد من اخوياي هنا نلعب ويا داين بلاي ستيشن وابغى اقعد الثلاث سنوات الجايه هنا يعني وهذا الريزنز فعلا حقتهم في سيرفي موجود في الان ار ام بي راح اعطيكم سيرفيز كلها الابلكنتس وش العوامل اللي الابلكنتس يعتبرونها لجو يختبرون مستشفيات واحده منها اهمها اللوكيشن انا قابلت ناس جايين من نيويورك يقول انا والله ابغى تكساس لانها حاره ودافيه ومعجبتني بس ليش تقريبا الريزيدنسي بروجرامز واحده في امريكا في ستاندرد معين يعني ولا يغركم واحد يقول له روح جامعه اسف نتكلم عنها بعدين هذه يعني ليش فالابلكيشن فيه قلنا بس تدفع الملحقيه وإيراس كالكوليتر اوكي من 1 جولاي يفتحون الابلكيشن يلا 1 جولاي يلا ابدا الان تقدر انك تحمل لتر ريكومنديشن تحمل صورتك تعبي السي في كم ياخذ منك وقت عشان تحمل السؤال